السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا خلاط شفشف بتاعه بينزل مية بسبب القلب والترس متاكل. عندنا هنا الترس ده متاكل اهو، السنان بتاعته متاكل. شوف هنا بقى السكينة، السكينة عندك لو بتتهز بالطريقة دي يبقى فيه بوش في القلب، الجلبة بتاعتها واسعة. فاحنا هنعمل ايه؟ هنفك الشفشع. فكينا القاعدة، اي فوطة عندك هتمسك بيها السكينة. لو صعبة معاك في الفك هتديها قرصة بالبنسة عشان تفك معاك. شوف هنا واسع، شوف هنطلع السكينة. شوف هنا السكينة بيبقى عليها قرصين، مفيش قرصين هنا متاكل. هنا دي صامولة، طبعا دي متركب لها قلب قبل كده عشان القلب بتاع بلادها ما بيبقاش بالطريقه دي، معمول لها صيانه قبل كده ومتركب لها قلب. طبعا ده يجيب ميه وينزل على الموتور يحرقه. جبنا قلب جديد الطريقه دي بيتفك معانا. طبعا الجلدة هنا الجلدة السوداء فيها حتة زيادة هنحاول نقطعها عشان ما تعملش معانا مشكلة. عشان تبات مرتاح. شوف هنا الجلدة مش بايتة كويس. بسبب الجلدة فيها حتة ريش هنحاول نقصها. أهم حاجة عندي الجلدة تبات. تضمن إن الجلدة باتت جوه الفتحة البيت بتاعها. هنبتدي نحط هنا. شوف هنا باتت مرتاحة. هنجي للصامولة هنا. عندك الاتنين دول لما يجي يربطوا هنا هيحوشوا في الجناب، فاحنا الاتنين دول هنقطعهم هنلغيهم. نلغي الاتنين الطريقة دي. شوف حضرتك هنا دي دايرة، لما نيجي نربط مش هينفع في الدايرة، فلازم نعمل بطح هنا وبطح هنا عشان البنسة تعرف تمسك معانا. فيا اما تاخدها بالصاروخ يا اما بقصافة. بقى فيه هنا مربع عشان نمسك منه بالبنسة عشان لما نيجي نمسك يبقى في مجال نعرف نمسك منه. هنمسك كده. شوف هو العدلة بتاعتها الصامولة تبقى كده. لا احنا هنقلب الصامولة. والبطح اللي احنا عملناه بالصاروخ عشان البنسة تعرف تمسك. اهو لو مدور مش هنعرف نربط.
اهم حاجه عندي الجلبه تبقى مساويه للوش، للسطح بتاع الصاموله. الجلبه اللي جوه النحاس تكون مساويه مع الصاموله البلاستيك دي، عشان هنا جسم الصاموله تخين شويه، فناخد بالنا من الحته دي. لو جلبه نحاس هتركب عادي، ليه؟ الصاموله بتاعتها رفيعه، السمك بتاع الصاموله بتاعت النحاس خفيفه، مش محتاجه الكلام اللي احنا بنعمله ده. انما النوع ده، شوف هنا لما نيجي نربط الودنين بتوع الصاموله هيحوشوا، هيخبطوا هنا في الجناب، فعشان كده قطعنا الودنين. طب احنا قلبناها ليه؟ هنا السن من هنا واسع عشان يسهل الدخول، ومن ورا ضيق، فاحنا استعملنا الخلف عشان يكون ضيق معانا. طب احنا ما ركبناش الصامولة النحاس ليه؟ دي غالية، سعرها غالي، والبلاستيك رخيص، فانا بجيب لك الحاجة اللي يعني سعرها رخيص. ليه؟ اعتماد الجلبة كله على القلب اللي جوه ده، اعتماد القلب على الجلبة اللي جوه اللي هي قدامنا دي. الجسم بقى يطلع نحاس يطلع بلاستيك دي مش مشكلة، بس هنا دي بتنفع ان الصامولة بتاعتها رفيعة، هنا الصامولة محملة فعاملة معانا فرق هنا، فاحنا هنجرب دلوقتي ونشوف. يعني لما نيجي للصامولة القديمة اللي كانت راكبة، شوف هنا احتكاك، من كتر احتكاك الترس معلم هنا اهو، الترس اللي هو ده بيحتك في الارتفاع ده، فلذلك بقول لك لازم الجلبة تكون في مستوى الصامولة البلاستيك. في حلين قدامك، هقول لك هتعمل ايه. شوف هنا الجلبة على الوش، الجلبة هنا على وش البلاستيك، فاحنا هندفع الجلبة دي نزقها نضغط عليها بحيث تبقى في نفس مستوى الصامولة البلاستيك. هنا في فرق بتاع 2 مل اهو، فرق 2 مل. معنى الكلام ده ايه؟ شوف هنا، هنا في فرق اهو، الجلبة، الجلبة النحاس اللي جوه بارزة عن الصامولة، في فرق. ركز معايا، شوف هنا في فرق، الجلبة النحاس أعلى من الصامولة، إنما هنا عندنا في الوضع ده الصامولة عالية هنا عن الجلبة، فهنا الترس، الترس هنا يحتك بالبلاستيك بتاع الصامولة، بجسم الصامولة اهو. فاحنا اهم حاجة عندنا ان يكون الجلبة دي اعلى من السطح ده. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب اي ماسورة تكون فيها فتحة على قد الفتحة هنا، وهنحطها كده نسنتر كويس بحيث تضمن ان الجلبة النحاس هتعدي من الفتحة بتاعت الماسورة. هتجيب وردة، وردة زي دي، وهتحطها أي مسمار زي ده وهتحطه، أي مسمار بالطريقة دي، وهتدي دقة. شوف هنا الجلبة سقطت شوية، قيمة 2 مللي، الجلبة هنا بردت وبقت أعلى من السطح بتاع الصامولة. هنوضحها شوية. احنا قلنا وضع الصامولة بالطريقة اللي انت شايفها دي، هنا الجلبة الصامولة أعلى من الجلبة،
طب هنا الجلب على وش القلب اهو، هنغطسها قيمه شويه. هنعمل ايه؟ شوف، هنحط المسمار بالورده هنا. شوف الجلبه برزت، الجلبه بقت عاليه. هنرجع الصاموله ونربطها ونشوف. شوف هنا الجلبه بقت اعلى من الصاموله، هو ده اللي احنا عايزينه. احنا غطسنا هنا، الجلبه هنا بقت ساقطه 2 مللي عن المستوى هنا. هنا السكينه في قلسيل بيركب، ده القلسيل. الجلبه هنا بقى المستوى بتاعها، مستوى البلاستيك اعلى من الجلبه. طب هنعوض المستوى ده ازاي؟ الجلبه اللي نزلت دي هنا لا القلسيل، قلسيل اهو لو ركب هنا هيبيت في الفراغ اللي احنا سقطناه اهو. طب القلسيل ده هيركب فين؟ بيركب في السكينه، بيركب في السكينه بالطريقه اللي انت شايفها دي، ويسقط جوه. سقط معانا جوه، هنيجي نبيت هنا. القلسيل ده بيعمل سوسه، بيعمل معانا سوسه، يبقى حنين على الجلبه من جوه من الداخل. هندي نقطه زيت، نقطه زيت على الجلبه ونقطه زيت على السكينه، ونبتدي نحط السكينه. الورده هنحطها، حطينا الورده اهو. هنجيب كعب جديد او ترس، كل الحاجات دي موجوده في المحلات. ما تنساش تحط الصاموله، حطينا الصاموله. هنيجي بقى هنا، سكينه، وما تنساش الورده. هتحط صباعك على الصاموله وتبتدي تربط. اهم حاجه تكون سهله معاك في الحركه، ما تكونش تقيله، وما تكونش تطلع وتنزل، ما فيهاش نسبه فراغ اهو. واحنا شغالين تتاكد ان الجوان موجود، ممكن مع الشغل الجوان ده يقع. هنحط الدورع، مسكه الدورع وانت بتربط هنا لازم تمسك من هنا، من الجسم هنا، ما تمسكش من اليد وتربط اهو. ليه؟ ممكن وانت بتربط وماسك من اليد تروح مكسوره منك، وده غلط. لازم تمسك الجسم من هنا، ما تمسكش من المقبض وتربط الطريقه دي اهو. هنبتدي نحط كوبايه ميه ونحرك شويه. اهم حاجه عندي بقى ايه؟ شوف، هتراقب هنا القعده مع الدوره، وتشوف هل في ميه بتظهر هنا ولا لا. دي اول خطوه. تاني خطوه تشوف في ميه بتسقط من الاسفل ولا لا، تتاكد وانت بتلف شوف في ميه بتسقط هنا ولا لا. كده اتاكدنا. شوف راقب الحته دي بقى، احنا حطينا الشفشه اهو، تراقب هنا ان القاعده مخدمه على الجسم من هنا وسلس، يعني الرباط بتاعه سلس اهو اهو. تشيل من هنا يطلع معاك الخلاط، يطلع معاك هنا، تضمن ان هو قافل كويس. نبتدي نشوف شغل المايه بتاعنا.
هل بينقط ميه ولا لا؟ هنراقب هنا مفيش اثر ميه، ونراقب هنا مفيش اثر ميه، يبقى كده الشغل تمام. شوفوا يا جماعه انا بطول في الشرح ليه؟ عشان في بيقابلنا كتير واحد ياخد قلسيل والقلب والسكينه والكلام ده كله ويجي يركب غلط، فانا بحاول اشرح بالتفصيل البطيء. انا بكلم اللي ما عندوش خبره، عشان في فنيين كتير لسه مبتدئين بيركب القلب سهل جدا والسكينه وكله، ويروح للزبون وتاني يوم الشغل يرجع له. في ايه يا عم؟ يقول له القلب بينزل ميه، السكينه مش عدله، الخلاط مش عارف ايه، الصوت بيدربك. فانا بقول لك على الحاجات دي كلها عشان تكون عندك علم وتطمئن ان شغلك مظبوط قبل ما تسلمه للزبون. نقطه اخيره، يعني عايزين نعرف الترسي ده اللي احنا ركبناه معشق جوه في الفلانشه دي قيمه قد ايه؟ انا عايزه يوصل للثلاث ارباع، يعني السنان دي الريش دي تكون معشاها قيمه الثلاث ارباع، ما تعشاش للاخر ولا على الطرف، يعني لا تيجي عند الربع ولا تيجي للاخر، عايزها توصل للثلاث ارباع. هنعرف ازاي؟ لازم نفحص الشغل بتاعنا. اي لون عندك هتاخد نقطة صغيرة. هتعلم هنا على السطح وهنا على الريشة من هنا. اهو الريشة اهي وعلى السطح هنا. طبعا اللون ده اللي موجود عندنا هو يفضل ما دام الفلانشة دي سودة يبقى نجيب دهان ابيض ونبتدي نجرب مرة ثانية. هندي بس تكة صغيرة بس كده ونفك. هنشوف هنا وصل لغاية فين. شوف هنا وصل معانا قبل الاخر، يعني ما وصلش للاخر. هو هنا عشان الدهان اخضر فمش باين معانا ده، انا اهو واصل لغاية التلات ارباع، واصل لغاية التلات ارباع هنا اهو. لو وصل للأرضية للأسفل يبقى كده الشغل خطر، هتلاقي الخلاط يعمل صوت. وهنا وصل للتلات ارباع تعرف ان الشغل مظبوط. لو البوية هنا وصلت لغاية الربع فوق هتضطر تفك هنا، تفك هنا وتحط وردتين صاج عشان يقرب المسافة وينزل تحت شوية. أظن كل المعلومات وصلت، وشكرا، سلام عليكم.